فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي التيمم إذا خفت من الوضوء بالماء في حال البرد، وأن ذلك قد يسبب لي مرضا؟ إذا كان ما عندك ماء تسخن، ما عندك ما تسخن به الماء من حطب أو من كهرب أو من، ما عندك ما تسخن به الماء وهو بارد شديد البرودة تخشى على نفسك إنك تتيمم. نعم.